عقد مجلس النواب أمس جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس المجلس. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح أكد فيه أن الجلسة بدأت أعمالها بالنظر في بند المراسيم بقوانين، حيث وافق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن الأوسمة لتتم إحالة المرسوم بقانون لمجلس الشورى. وقد وافق المجلس على طلب بسحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بخصوص إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمزيد من الدراسة لمدة شهر واحد. وقرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى لإعادة النظر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بسحب تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. كما تمسك المجلس بقراره السابق بشأن تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. ووافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل مادة بشأن الضمان الاجتماعي وإحالته إلى مجلس الشورى. وقرر المجلس التمسك بمشروعي قانونين، وهما مشروع قانون بتعديل مادة بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل مادة بشأن تنظيم سوق العمل. كما أحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توظيف الأطباء العاطلين عن العمل إلى الحكومة. وأحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية إلى اللجنة المختصة. كما أجمع أصحاب السعادة النواب على إحالة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الوطنيين في الأندية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة. اليوم تقريبا كان عدد من القوانين مطروحة، وسبق القوانين مرسوم الأوسمة وسام العمل الوطني، فاليوم الحمد لله أقر أو بالأحرى لم يرفض المرسوم ويحال إلى مجلس الشورى من أجل الانتهاء من مسيرة الدستورية والقانونية. كان أمامنا أيضا خمسة من مشاريع القوانين التي في الأصل كانت اقتراحات بقوانين من مجلس النواب، تم إعادة مشروعين إلى اللجنة لدراسة وأخذ رأي الجهات المختصة، وهذا ما نفضله دائما عند طرح مشاريع قوانين. إذا كان هناك خلاف المجلس أن يرجع للجنة ويدرس بهدوء في اللجنة، وتأتي السلطة المختصة تبدي برأيها، خصوصا خمسة قوانين هذه كانت أصلا من الفصل التشريعي السابق، وهذه خمسة قوانين من ضمن حق مجلس النواب أن يتمسك بالقوانين التي كانت في أصلها اقتراحا من المجلس ذاته. والحمد لله كانت جلسة جيدة وكان تفاعل النواب جيد، وأنجزنا تصور اليوم عدد من مشاريع القوانين الحمد لله.